شاء الله تكون بخير وعلى خير. الحمد لله. تأخرنا شوية لأسباب كما كيقول لأسباب قاهرة، ولكن الحمد لله نحن نعود إليكم. فقط كنت يعني الوقت ما كانش كيسمح، ولكن الحمد لله رحنا موجودين. نرحبوا بالناس الجداد لأن التحقوا، واحد العدد كبير ديال الناس اللي التحقوا بينا في الانستغرام وخصوصا حتى في اليوتيوب. دونك مرحبا بكم في القناة، ونتمنى انكم حنا راه تاخذوا الخدمة بالنسبة للناس اللي كيبغيو يستافدوا، ولا الناس اللي يبغيو يشاركوا تجربتهم، ولا عندهم اسئلة ولا غير ذلك. كما العادة فهي كتصرح سواء في هذا البروفيل هذا ديال انستغرام، يعني مباشرة اللي كيبغي يطلع ولا يكتب الاسئلة ديالو، سواء كتصرح في القناة يعني في لي كومونتير ديال القناة ولا المباشر اللي كيدار في القناة. لهذا اخوتي كنقول لكم مرحبا بكم. اقتراحاتكم ولا الأسئلة ديالكم ولا الأمور اللي تبغوا أنكم تعلموها ولا تستفدوا منها، خصوصا في مجال بالنسبة للناس اللي كيبغوا في اسميتو اللي كيبغوا يخدموا في التجارة عامة، يعني الاستثمار اللي بغى يدير مشروع ولا بغى يدير شي شركة ولا بغى يدير معلومات وغير ذلك. فدائما نحن في تحت الخدمة ديالكم، يعني ما كانوا بخلوش على أي واحد بغى يستافد ولا بغى يستثمر وغير ذلك. أنا حلو معاكم. أنا كنت مشى الآن نشارك معاكم صراحة واحد لوكاسيون دابا ولو اسميتو كانوا لي تخوتينيت عندنا، يعني كانوا كيتكراو لي تخوتينيت، دابا ولاو كيكراو. كانوا لي سكوتر، دابا طلعوا هاد 125 صراحة، ولاو هاد واحد لامارك سميتها تروبي. شوف هاد تروبي و يعني سي لي سكوتر ديال لي تخوارو، دابا الناس اللي كيعرفوهم كاينين ماركات زوينين فيهم سكي بيان في هذا، وكاين فيه حتى واحد الموديل ديال سانسون اللي هو كيتساق بالبيرمي ديال الطوموبيل. هادو دابا كتاخد لابليكاسيون كتديبلوكي كلشي من هنا، كتريزيرفي في لابليكاسيون وتي كديماري على حسب، وكيعطيك كل واحد شحال فيه ديال البلان شحال فيه ديال هذا، باش على حسب التراجي اللي غادي دير. يعني هادي فقط فكره. لهذا اصبح يعني حتى بالنسبه للسيارات، الكراء ديال السيارات تقريبا في جميع الدول كاين واحد العدد ديال السيارات كيكونوا سورتو الكتريك، يعني بالكهرباء كيكون محطوط ما كت يعني ماشي بالضروره الان انك تملك سياره، ولا اصبح من الصعب خصوصا في المدن الكبرى اللي فيها مشكل ديال النقل ومشكل ديال يعني الاستاسيونمون فين تحط السياره ديالك مشاكل. وهذا زائد بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات، كاين دابا ليسونسور مازوت مرتفع بزاف، يعني شنو هي تقريبا الليتر الان ديزل واصل 1000 واصل 1.5 ولا 1.52، يعني بالنسبه للانسان العادي راه اللي عنده طوموبيل كبيره 1.5 تقريبا ديال الاورو راه فايتها شي 16 درهم ولا 17 درهم، يعني مبلغ كبير اللي ترى كثير. يعني هاد الناس دابا ولاو كيلقاو دي زالتيرناتيف ديال الحلول بالنسبه للالكتريسيتي، يعني الطوموبيلات اللي كيتشارجو بالضوء ولا لي زيبغيد. حتى المغرب دابا راه ولا تويوتا ولا واحد المجموعه من لي مارك اللي هما خدامين في المغرب ومزيانين صراحه، حتى بالنسبه اش كتسموها بالنسبه للطبيعه راه كيحافظ شويه من ناحيه التلوث، لان المدن اللي عليها ضغط كتكون فيها تلوث كبير. ولات هاد القضيه ديال لي تروتينيت الكتريك لي سكوتور الكتريك وهذا ولا متداول بشي كبير. نقول لك شي اللي كاين الاخوان، ناخذ اسمحوا لي دقيقه
الكوموندي جينا. السلام عليكم. صباح الخير. الحمد لله. تا شويه البرد ما شاء الله يفي فخوا. الحمد لله. تشوف فونت كون Et toi, Elias ? Avec tomate. Et quelle sauce tu veux dedans ? Mais il n'y a pas beaucoup de sauce de mouchouille. Quelle sauce ? Ketchup suit, hein. Tu vois, ouais, au fond. Et ça va commander quand tu veux ? Pas de l'huile. Et pour... Pour des bouteilles... t'as pas gazé, c'est quoi comme... Perrier, non ? Ah, si, c'est Perrier, oui, s'il te plaît. Donc, اسمحوا لنا يلا لأن يوم الجمعة كنت غدا وش يوم تأخر لأن راكم عارفين يلا غادي نتغدى لهذا الناس دابا راه كيضربوا الأغلبية ديالكم كيكونوا ضربوا سكسو اليوم الجمعة دونك هادي الا كاين شي سؤال على الاخوان ولا هذا نجاوبكم عليه الا ما كاينش نتغداو ونخليكم بالنسبه للناس اللي مكونيكتين الان من هنا للعشيه ان شاء الله واحد الفيديو غادي نبقي ديال 5 ديال لي بروداكت اللي انا سيليكسيونيتهم دي 5 ديال لي برودوي اللي تقدروا تخدموا عليهم اللي هما ماشي جد ولكن طريقة ديال الأفكار باش أنك تقدر تفكر لأن الأغلبية ديالكم عندهم مشكل في ميساج التجاري كيفاش نلقاو شي برودوي باش نبيعو كيفاش نلقاو برودوي نبيعو كيفاش نلقاو برودوي نبيعو لهذا الآن غادي نحاول ندير لكم هاد السلسلة هادي ديال كل سيمانة نحاول ندير ثلاثة ديال لي برودوي اللي تقدر تخدمو عليهم نبقاو ندير لكم خمسة ديال البرودوي كل سيمانة الا كان تفاعل صراحه لان لما كتلوح الفيديو لشي واحد في الانترنت كيبان له هو داك الشيء بسيط ما كيعرفش بان تسجل الفيديو يعني الوقت انت اللي كتسجل فيه الفيديو الاورديناتور ديالك تقريبا لان كياخذ كيطلب امكانيات الاورديناتور كيبدا سورتو فاش كدير المونتاج ديال الفيديو ولا كتخدمو يعني كتاخذ داك الوقت كتاخذ انك تمونطي كتاخذ انك تطلع اليوتيوب كياخذ منك فتره وهي غدا والناس كلهم ما كيفهموش هاد الخدمه هادي ما كيعرفوش بحقها كيتسحب واش انت غير جالس داك الفيديو راه كيجيو كيجي راسو لهذا ضروري انكم الناس اللي بعقلهم الناس اللي باغيين انهم يستمروا في هاد الشيء هذا وانهم يبداو تلقاو منتوجات زوينه وعرفوا اننا نستمروا كاملين مع بعض مش ضروري ان يكون عندكم تفاعل يعني لكن اي فيديو كيتلح حول انكم يستفدوا منه انكم او تكون اوتوماتيكي انك تلايكي الفيديو تبارطاجيه وتشوف الناس اللي يقدر يستفدوا منه فهمتوا ثانيا خص يكون تفاعل اي حاجه بغيت لكم نتوما الا اسئله جات من عندكم حاولوا انكم تحطوها في الكومنتار يعني شي سؤال شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه في الفيديو ما واضحاش ولا شي حاجه حاولوا انكم تبارطاجيو قول لي اخويا هذا الشيء هذا ما فهمناش هذه ما درناش باش نعاود الفيديوهات الجايه تكون تطوير الفيديوهات اللي قبل منها حيت الان اللي لاحظت لقيت بان فقط الناس اللي شكون اللي كيخلي الكومونتير دابا الناس اللي هي جديه وخدامه وداكشي كتفرج في الفيديو كتستافد وكتمشي في حالها شكون اللي كيخلي لي كومونتير هما داك الفاشلين يعني الناس اللي سلبيين وكيخربقوا لنا دماغنا على والو يعني كيأثروا على الناس الاخرى كتخليو لهم المجال كبير شوف كيفاش القدر Oh my God.
لك عندي واحد السؤال بالنسبه للتشيك اوت، واش كاينه شي طريقه نرجعوه باج وحده؟ وشكرا. ما فهمتش اش بغيتي تقول باج وحده. بالنسبه لشوبيفاي او كوميرس ضروري كتكون الانسان كيدخل لي زانفورماسيون. هذا راه جميع تقريبا لي سيت اي كوميرس كتخلي انك كتدخل لي زانفورماسيون ديال الشيبين هي الاولى ولا زانفورماسيون ديالك، عاد كدوز للسطاد ديال لاكارت بلو. كاينين دي سوليسيون صراحه، ولكن غاليين شويه. علاش؟ خصك انك تبدل بحال دابا لي كليك فينيل وهذا، كاينين دي سوليسيون فيهم، ولكن ما تبقاش في هذا الشيء هذا اللي كاين دابا بهاد الاسعار القليله. يعني خصك تخلص الثمن شويه مرتفع. ما كاينه امكانيه، ولكن غادي تجيك ربما تجي اغلب بكثير. وصراحة ما كي ما الناس تعودات، فهمتي؟ ما كيكونش شي فرق كبير بين هذا الشيء هذا، ما كيأثرش بزاف على المبيعات. ويا شي فكرة على ال سي دبليو اي دي، ما فهمتش شنو هي كاع. واش كاين بديل المواقع الصينية؟ خويا البديل ديال المواقع الصينية كاين. شنو هو؟ هو انك تمشي تشري عند لي كوميرسون بروكسيميتي لي كروسيست اللي في الدولة اللي انت راك فيها. باريس كمثال كاينين، في بلجيكا كاينين، مواقع في امريكا كاينين، كاينين الناس اللي عندهم سطوف وكاينين المواقع اللي تقدر تشري من عندهم. بالنسبة في المغرب كاينين، فهمتو؟ كاينين الناس اللي عندهم اللي كيدخلوا الدرون تقدر تشري عندهم مباشرة. وانا اللي كننصح الاخوان ان فوا بغيتي تلونسا وعندك شويه ديال الامكانيات، تقدروا تخدموا على لا مارك ديالكم، انه تخدم على منتوج معين، دير له السميه ديالك ودير له هذا وتخدمه مزيان، وتجيبو انت تستوردو من الصين وتخدم عليه مزيان. اولا فاش كتجيبو بلا مارك ديالك متيقن بان ما كاينش شي واحد اخر غادي يبيع نفس المنتوج بنفس السميه. يعني اذا درتي لا كاليتي تو غادي السيت وبدلتي لعبتي على الثمن، حيت انت غادي تشري لا كونتيتي، يعني كتولي رابح، ما يقدرش ينافسوك في الثمن وغير ذلك، كتولي كدير نتيجه افضل. فهمتوا كيفاش؟ قلت لك شنو كتنصح الناس اللي عاد غادي يبداو دروب شيبين، واش يبداو في اي باي حتى يتعلموا، ولا نيشان شوبيفاي بالاعلانات؟ وشكرا. ما عرفت خويا ولا اختي، المهم صاحب السؤال هذا. هو راه فرق كبير بين شوبيفاي بين الاي كوميرس والاي باي. الاي باي راه غير بحال اللي كدير فيها نص بحال بيتو ولا هذا، باش تبيع غير انت كتبيع جديد، فهمتي؟ كدير دروب شيبين في اي باي. نسبة وحدة اللي تقدر تستافد هي لا علاقة. علاش؟ حيت ما كديرش التسويق ديال المنتوجات ديالك انت. حاجة وحدة اللي تقدر تستافدها في ايباي شنو هي؟ الأولى غادي تعرف شنو قدام في الدومين في لينيش، يعني تيستي البرودوي، شي حاجة اللي تقدر تتبع ولا ما تتبعش. ثانيا اللي كتعلم هي الكوبي رايتين، باش أنك البرودوي ديالك كتخدمو مزيان، كتكومباري الناس كيفاش كيبيعو، باش كتعلم الطريقة باش كتبيع فقط. غادي تنفعك في الاختيار ديال المنتوج، باش اشنو المنتوج غادي تبيع واش المنتوج غادي يجيب. ثانيا في الكوبي رايتين تولي تستافد انك انفو بديتي كتبيع اي باي مزيان، كتولي عارف بانك راه بديتي كتكتب مزيان الكومونتير ولا يعني بحال قلتي لا ديسكريبسيون ديال البرودوي اللي كتولي كتقنو على اساس انك تولي تبيع. اما هو راه فرق كبير بيناتهم، حيت تما الترافيك كيجي لراسو. ماشي كيجي لراسو، يعني الايباي كمثال ولا امازون ولا هذا لو سيت ديالهم هو اللي كيطلع لي بروداكت، واخا يقدر دير سبونسورين، يعني انك تطلع في الاشهار في واحد البورسونتاج، ولكن اغلبيه ديالهم ديجا كيف لي موكلي، الا خدمتي مزيان لي موكلي وداك الشيء كتقدر تطلع مزيان في لي برودوي، تقدر تبيع لك لي برودوي الناس اللي كيقلبوا عليهم، حيت عندهم موتور دو ريشيرش انترن. ولكن نهار كدير السطور ديالك انت ولا كدير البروجي ديالك لاي كوميرس، راه الا ما جبتيش الناس قلتي لهم راني هنا، راه ما كاينش اللي يعرفك تما. الا خليت السطور يقدر دوز عام، ما كاين اللي يطلع عليك حتى واحد، حتى واحد ما يتكونيكتي للسيت ديالك، فهمتي؟
الا الا خدمتي مزيان السيو تريفيرونس بدا كيتريفيرونس يقدر يجيوك دي ريشيرش من جوجل ولا شي حاجه، ولكن هذا احتمال قليل جدا باش تقدر تنجح بهذه الطريقه هذه. ضروري الا بغيتي تنجح، الا بغيتي يعني بالطريقه هذه، الا بغيتي دير شي حاجه خصك تانفيستي. Les meilleures plateformes pour les plateformes pour les annonces. Oui, ça n'existe pas les meilleures plateformes pour les annonces. L'advertising, elle a sa support, elle a sa produit, elle a la clientèle fait 4 lacs. Il t'a ce que tu fais, tu chauffes, elle a sa bitamen, elle a cherché un peu. Il a pu te dire le. كمثال الفيسبوك ادز راه كتجيب لك واحد لا ماجوريتي فيها الناس كلهم مخلطه مقاده يقدر تلقى فيها بزاف ديال الناس. يس باش شفتو سيتي الا كنتو باغي تخدم بحال دابا البانتيريست هي واحد لا كليونتي اللي هي سبي يعني تري سبيسيفيك الجيريان هو اللي غادي نسيتو، يعني كل مجال كل بلاتفورم معينه كيكون فيها واحد النوع. بحال دابا الناس اللي كيخدموا على سناب شات وهذا كتكون واحد سناب شات كتكون واحد لا كليونت اللي هي مازال صغيره بزاف، يعني واحد من الدول كمثال اللي فيها لودونس مزيان بحال دول الخليج بحال الميريكان وبحال الدول شي دول كمثال اوروبا سناب شات ما كيقبلش مزيان، يعني الناس ما كيتعاطوش مزيان. شوف كيفاش دونك هادشي اللي كاين الاخوان. انا غادي نخليكم ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. العشية استناو الفيديو، نتمنى انكم تفاعلوا معاه. واحد شويه هذه كنت خليته كيت تيليشارجا، ماشي كيت تيليشارجا ولكن كيت اكسبورتا من لوجيسيال ديال المونتاج. يعني اليوم بالليل غادي يتلاه ان شاء الله. حاولوا انكم تفاعلوا وتبارطاجيو باش الناس تستافد، وباش حتى نتوما يكون تعرفوا شنو الواقع، وتحاولوا انكم دائما تكونوا سباقين لي بروداكت هاد الخمسه اللي غادي نلوح دابا. و الى كانوا الناس كيعجبهم هذا المحتوى هذا نبدا نقلب لكم على لي بروداكت اللي تقدروا تخدموا عليهم ونبارطاجيو معكم، وحتى الطريقه ديال البحث غادي نوريها لكم ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.